تهجير مباشر. تهجير مباشر؟ بتظبطنا يا باشا النهارده. بتظبطنا يا باشا. بدر حسام كمال وهو وزير الخارجيه ووزير الدفاع. يا عم محمود الجزيرة 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 مباشر. أبو سامي من البحيرة. سلام يا باشا. بتظبط يا باشا. اسم عالي اسم عالي. تطلع صورة ها؟ على حاجة عندي في الجنوبية يا معلم. ايه؟ بابا اتكلم الراجل بتاعك. تعالى عايز الجزيرة، تعالى المطاف الجزيرة تبع الجزيرة. الجزيرة مين؟ أنا الجزيرة. أنا الجزيرة يا عم، أنا بقول لك أنا الجزيرة. أنت باشا أكبر ولا إيه؟ لا أنا جورنال. أنا باشا الحواس. ربنا يعينكم ربنا معاكم. بس عادي بقى تعاملوا اشتغلوا كاني ما صورتهمش. تمام تمام. سماح يا عمر هذا
13 ده كان لسه مقدم اول امبارح. انت عايز قد ايه تاني وقت؟ عايز عايز قد ايه وقت تاني؟ خلاص انا ايدي شلت والظهر وقف. Yeah.
ايوه على الجزيرة من بره. كلمت مين عز؟ عز؟ واحد ثاني واحد ثاني واحد ثاني